شو كيفاش نحكي في الموضوع تتشويتا فسفس. ضيفنا في المباشر السيدة نبيها كمونة ليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضة الأطفال. مرحبا مدام نبيها, أهلا وسهلا بيك عايشك. شكرا, مرحبا بيك. علاش اليوم شكرا شنو اللي صار اليوم؟ علاش تحذروا من محاولات استضعاف المنظورين متاعكم وإقحامهم في تحرك احتجاجي للمتفقدين بناء على ماذا؟ شنو اللي صار باش خرجكم باش خليكم تخرجوا البيان هذايا؟ فيه بعض الولايات اللي اتصلت بيا بدون تسمية, قالوا لي مدام راهو طلبوا منا إنه إحنا نساندوا متفقدين في وقفتهم الاحتجاجية اللي باش تتم من نهار 2/27 مايو. نهار 2/27 مايو. أيوا قلت لهم ليس لنا الحق في الوقوف جانب المتفقدين في مشكلة بينهم وبين الوزارة. هما لهم نقابتهم اللي هي لي جي تي تي اللي هي نقابة العام العمال اليون دي ترافايير تيزيان, واحنا لنا نقابتنا اللي هي نقابة الأعراف. فهما موظفين وإداريين واحنا أصحاب مؤسسات. يعطيك الصحة. لا دخل لنا بما لهم من مشاغل, يحلوا مشاغلهم مع وزارتهم. وبعدين لا أظن أنه هذا حسب اعتقادي أنه الوزارة بتبلغ, يعني الوزارة مش قاعدة غديكة بش تتصرف غير قانوني. إنسانة مسؤولة وإنسانة عندها مركزها, وبعدين تويك في الظروف هذه احنا عارفينه أنه سيد رئيس الجمهورية يقول لا أحد فوق القانون هكا ولا لا. أنا للوعد الابتعاد على المشاغل هذه قلت لهم من فضلكم لا تشاركوا ولا تمشيوا حاجه ما تخصناش. نورمالمون يتسكر الموضوع هوني ولا متواصل؟ نورمالمون الموضوع يتسكر هوني. كيف عملت لهم؟ انا بعثت لهم لكل غرفه جهويه, بعثت لرئيس الاتحاد نتاع الغرف الجهويه قلت له من فضلك تحسس الغرف الجهوية اللي في ولايتك عدم التدخل فيما يخص المتفقدين. هذا مش معناه احنا ما نسبوهم مش ولا ما نعمل ولا عندنا مشكلة معاهم, ما ولا عندنا مشكلة معاهم, اما ما هوش من حقنا مش الداخل في امورهم. أي صار ضغط إداري في الاتجاه هذا يا معناتك انتوما انت الداخلية نتاعها مش ليا على شنو الاسباب وشنو المشاكل اللي عندهم كل هذا ما نعرفوهش. شنو اش مدخلنا باش نقفوا احنا نقفوا في الوقفه الاحتجاجيه هذه؟ اي باهي. احنا كي نقوموا بوقفه احتجاجيه كإتيكا كاصحاب مؤسسات عملنا مطلبنا منهم باش يجوا يقفوا معانا. هما كما قولوها كور دانسبكسيون ماش تشغل بالعربي قطاع متفقدين, هاي هو قطاع متفقدين يخدموا على رواحهم واحنا قطاع خاص نخدموا على رواحنا, لا دخل هذا في ذاك. الدخل الوحيد اللي بيناتنا انهم يجيو يراقبونا يشوفونا اذا كان عندنا نقائص اذا كان عندنا تجاوزات واذا كان عندنا مشاكل. دولة رقابة, اما انه انا باش نقف معاه في وقفه احتجاجيه انا ما نقفش معاه. صارت ضغوطات اداريه في ذلك الاطار كرفضتوا, معناتها انتم كقطاع اليوم اصحاب المؤسسات كرفضتوا انه اليوم تشاركوا في هالوقفه الاحتجاجيه المبرمجه؟ صار لانه انت قلت معناتها اليوم محاولات استضعاف المنظورين, صار ضغوطات اداريه في الاطار هذايا؟ لا, اللي صرفوا في الاطار هذايا واحد هما بعض الناس. شو معناتها بعض الناس؟ يعني عندهم بوفوار في الإدارة ولا ما عندهمش؟ لا أظن عندهم بوفوار, يعني بعض الناس اللي هما متعرضين للمسائلة. ما رفعتوا فيهم قضايا؟ لا ما نعرفش. يشكون بعض الناس من قطاع معناتها الناس؟ فما سيدتي فما متفقدين باش يتعداوا على مجلس تأديب. فهمتك, معناتها بعض الأشخاص من القطاع المتفقدين. فوالا هذا هو.
احنا ما عناش دخل فيه. احنا في قطاع خاص ليس لنا دخل فيما تقوم به الوزارة مع منظورها. فهمتك. معناتها فما مساءلة اليوم لعدد من المتفقدين حبوا هما اليوم انكم تساندوهم في الوقت الوقفة الاحتياجية هذه، وانتم تقولوا معنا هذا مشكل. صارت وقفة احتياجية في 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 في, في توزر، فهمتني، من القطاع الخاص، مش ما نقولش اتيكا ولكن قطاع خاص، فهمتني، واقفين يساندوا في في في, في المتفقد، وهابط على الفيسبوك. انا قلت لهم بعد ما شفت ذلك، قلت لهم يا جماعه ما ندخلوا في حتى وقفه احتجاجيه وما نساندوا حد على حساب حد. احنا ما نفهموش الموضوع اكثر من الوزاره. الوزيره هي ادرى بمنظوريها، وهي ادرى بالخطوات اللي بتتخذهم، وهي ادرى بمن تسال ومن لا تسال. هي انسانه عندها كما يقولوها مسؤوليه، وعندها اشراف يخصها، لا دخل لنا به. احنا ما نجيش نقف قدام الوزاره ونندد بما تقوم به الوزيره. خاطرنا كي باش نقف انا غاديك قدام الوزاره في الوقفه الاحتجاجيه نتاع المتفقدين، معناها باش نندد بما تقوم به الوزيره، هكا ولا لا؟ انا ما نحبش باش ندخلني. فوالا باهي واضح. انا جوست معناتها سؤالي كان هل انه معناتها الجمعة، خاطر انت قلت محاولات الاستضعاف، معناتها الجمعة قلت محاولة استضعاف في البيان نتاعكم، فين؟ فين نقطة في البيان، في المقدمة قدمته في البيان، وتنرجع للبيان معك في المباشر. هو في إطار متابعة مشاغل قطاع رياض ومحل الأطفال، وطبعا لما يتم تداوله من محاولات لدعوة أصحاب رياض ومحل الأطفال والتأثير عليهم للمشاركة تأثير عليهم فوالا التأثير عليهم ماي للمشاركة في مشاركة متفقدي قطاع الطفولة ماي في تحركهم الاحتجاجي المزمة عن التنظيم. محاولة التأثير، محاولة التأثير شنو النوعية متاح؟ اقفوا مع المتفقدين متاعكم وساندوهم. فما واحده في ولايه بدون ذكر الولايه، خاطر انا ما نحبش نعرض صاحبتها في ولايتها. فما في ولايه قالوا لهم احنا عملنا تعبئه نتاع باش ننزلوا للقطاع نساندوا المتفقدين في تونس، فهمتني. والله شككني لأن ما قريتوش مدام نبيها. معناتها ها يا سيدي، تندد بمحاولة التأثير على أصحاب المؤسسات واستضعافهم باستعمال النفوذ الإداري لإقحامهم في هذا التحرك من طرف بعض المتفقدين. هذا بيانكم ولا مش بيانكم؟ لا ومحاضر الأطفال والتأثير عليهم للمشاركة في مساندة متفقدي قطاع الطفولة، ما حاطينش واستضعافهم. يا مدام يا مدام، ها قدامي البيان بتاريخ اليوم 20 ماي، فيه الامضاء نتاعك سيد نبوها كمونت ليلي رئيسه الغرفه النقابيه. شفت انت ايش قلت؟ قدمت المقدمه في الاول، وبعد قلت فانه الغرفه النقابيه لرياض ومحاضن الاطفال تؤكد على ما يلي: نقطة الأولانية، الرفض القاطع لأي محاولة لإقحام أصحاب رياض ومحاضن الأطفال في تحرك يهم موظفي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إذا تفهمنا فيها. النقطة الثانية، تندد بمحاولة التأثير على أصحاب المؤسسات واستضعافهم باستعمال النفوذ الإداري لإقحامهم في هذا التحرك من طرف بعض المتفقدين. النقطة الثالثة، تشدد على أصحاب كذا كذا. أنا سألتك على محاولة الاستضعاف، قلت لك معناتها صارت محاولة استضعاف، قلت لي لا ما كنت حكيتش أنا على الاستضعاف. اسمعني بيك، فما أصحاب رياض وعندي هذا كله عندي مسجل. تقول لك يا سيدي انا المدير المتفقد، بعدين يجي خارج لي خوار وانا صبعي تحت الزرسه وما نحبش ندخل معاهم في مشاكل. في عرك. اي ما تدخلش معاهم في مشاكل، انك اما انت تمشي تساندهم زاد ما عندكش الحق. احنا كاتيكا اون با لو دغوا دو سوتونيغ لي ترافايور تونيزيان، هذوك عندهم نقابتهم. متفقين في ذلك. اي متفقين في ذلك. معناتها انت اليوم مش المشكل نتاعك رئيس غرفه، انه اليوم هل محاولات التاثير هذايا، معناتها يجيك صاحب مؤسسه يقول لك سيد المتفقد هذاك ينجم اذا كان ما نساندوش مثلا يشد عليا دوسي هكا ولا لا، ولا يرفع في قضية ولا يحل لي محضر ولا ما الى ذلك. مش يرفع لي قضيه، يقلقوا يشد علي دوسي، يعني هذا كلامه. وعندي مسجل حتى
كان عندك واحد تنزل نبعث لك وتقراه وتسمعه. واضح واضح. اليوم منظوركم مقتنعين تماما بعد كل هذا البيان اليوم اللي خرجتوه سدد بها كمونة ليلي انه مهمش باش يشاركوا فيها الوقفه الاحتجاجيه هذيا، ولا فما ناس باش تشارك؟ ما نعرفش اللي يشارك يتحمل مسؤوليته. بالنسبه لكم كغرفه اي مشاركه هي تحمل المسؤوليه من طرف صاحبها، تتحمل مسؤوليته. احنا منش احنا كقطاع كغرفه نقابيه قانونيه لا نتدخل فيما يخص اي اطار في الوزاره، سواء كان متفقد ولا مش عارفه ان كان مربي او كان اي مهما كان، يعني ماهوش خاص ماهوش صاحب مؤسسه لا دخل لنا به. واضح. شكرا لفضلك سيدة نبيها كابونة ليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياضة ومحض الأطفال، شكرا على كل التوضيحات.